السلامة. سلام على السلامة. لاباس؟ مرحبا. قد من روحك؟ أنا عماد الأشهب، أنا مهندس، خدمتي مهندس، عايش في تونس لكن نعمل في ديميسيون برا في الخارج. في الدول الأوروبية؟ لا توا حاليا في العراق، نخدم في العراق. وعندك فكرة زادة في على أوروبا؟ ما خدمتش في الأوروب لكن نعرف برشا توانسة يمشيوا للأوروب ونعرف الجو معناتها. نحكيو على قرار ترحيل توانسة اللي بدون وثائق المهاجرين الغير نظاميين، وهذا جاء بطبيعة توانسة، وهذا جاء في نقطة من نقاط الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتونس. شنو أنا بالنسبة لي أنا حاجة معناتها تبدأ في وسط معناتها قانونية، ما عندي معها حتى مشكل. احنا بيدنا معناتها نطبقوا في الشيء هذا مع المهاجرين الغير نظاميين معناتها. الحق يقال معناتها إذا كان واحد تونسي غاديك غير نظامي في دولة معناتها في القانون متاعها معناتها يطلب منها معناتها لازم تكون ثم شروط معينة باش يبقى في البلاد، ما يحترمش القانون، من حقها أنها تطبق القانون، هذا تطبيق للقانون ماهوش تعسف ولا حاجة أخرى. لكن إذا كان ثم ترحيل بشكل غير إنساني ما يحترمش الذات الإنسانية، هذا تسمى مسألة أخرى. لكن الترحيل كمبدأ لأنها لأنه ما فماش معناتها احترام للقانون البلد، هذا بالنسبة لي أنا ما فيش حتى إشكال. أي دولة هذه معناتها في صلب السياسة السيادة متاع الدولة. تونس عندها الحق تعمل نفس الشيء، أي دولة في العالم عندها الحق تعمل نفس الشيء واحترام القانون بس. احنا نعرفوا انه عندنا برشا مهاجرين غير نظاميين يعني بالالاف، تعرف ديما يحرقوا معنا يا شباب، توا كي يتم ترحيلهم وارجاعهم لتونس ما تراش انهم يكونوا عبء؟ انا عبء، هذه مساله اخرى، هذيك ينجموا يدرسوها معناتها دول ما بيناتهم، فهمت، يشوفوا الحل اذا كان ثم معناتها تاثير اجتماعي للدوله اللي مش ترجع لها البلدان بشكل مكثف، اذا كان يكون معناتها بالالاف، فهمت، هذه مساله اخرى. هذه نحكيوا على تونس، احنا ديجا معناها هي الحكايه معناها اتفاقيه صارت ما بين الاتحاد الاوروبي وتونس، نعرفوا انه عندنا بالالاف مهاجرين، ما تراهمش انه اذا باش يتم ترحيلهم وارجاعهم ما يكونوش عبء على الدوله التونسيه؟ كما قلت لك معناتها ان الترحيل كما قلت لك لازم يكون بشكل انساني، معناتها اذا كان مش يكون معناتها بشكل مكثف، معناتها ترحيل بالالاف ويكون مش يتسبب معناتها معناتها المآسي الاجتماعية، ما يزمش تكون. احنا بيدنا معناتها اذا كان ثم افارقه ولا غيره يعيشوا بشكل غير قانوني، اذا كان يتم الترحيل نتاعهم لازم نراعوا الجانب الانساني، فهمت، نراعوا الجانب الانساني ونشوفوا مع الدوله الاخرى اللي مش تستضيف المهاجرين هذوما كيفاش يلزم التنسيق بشكل انه ما يتاثروش معناتها، فهمت كيفاش، لا اكثر. المهاجرين هذوما اللي باش يتم ترحيلهم توانسه بالطبيعه الدوله زعما باش تتكفل بان توفر لهم فرص عمل؟ والله الدولة تجاوب، انا ما نجمش نجاوبك. حسب رايك انت كمواطن، حسب رايي انا، التوجه العام تاع الدولة نسبة البطالة المرتفعة مع برشا حاجات مؤشرات معناها صعبة بالطبيعة، باش تكون صعيبة خاطر احنا بيدنا معناتها نعانيو، فهمت كيفاش، ديجا المتواجدين لهنا يعني دونك اذا كان باش يجيو الاف مؤلفة من الناس بطالة اكيد باش تسبب معناتها مشاكل اخرى، باش تتفاقم الوضع الاجتماعي في البلاد. لكن هذا كيما قلت لك معناتها نعاود نفس الشيء، جماعة إذا كان بالآلاف مش يجيوا توانسة من برا لازم يكون تنسيق ما بين الدول الأوروبية والدولة التونسية بشكل أنه يضمنوا حقوق معناتها الاجتماعية للمهاجرين، معناتها حقه في الشغل، حقه في السكن، حقه في الصحة، هذا ثم حقوق معناتها إنسانية، فهم كيفاش، سواء في تونس ولا في أوروبا الإنسان عنده حقوق معناتها أساسية كيف سكن شغل كذا، اذا كان ما توفرتش غاديكا يشوفوا يوفروها له لنا، وهذا معناتها ماهيش مسؤوليه الدوله التونسيه فقط، مشكله السكن والصحه والتعليم وحق الحياه وحق هذا مشكل انساني، حتى ديجا المنظمات الدوليه نفسها مسؤوله على الجانب هذايا، فهمت، مش كان الدول، ثم منظمات دوليه مسؤوله على توفير هالحقوق الاساسيه هذه للمواطن، فهمت كيفاش، لازم تتدخل زاد في الجانب هذا. ما نحكيوش توا على المهاجرين غير نظاميين، نحكيو توا على الشباب الموجود في تونس هنا في بلاده، قاعد يتمتع بحقوقه كما يلزم؟ مش قاعد يتحقق، لا مش قاعد يتمتع حتى الطرف، معناتها الحقوق الاساسيه اللي كنت نحكي لك عليها كل ماهيش متوفره، لا حق الشغل، لا حق سكن، لا حق، فما حتى حق،
اساسي توا حاليا متمكن، كان المحظوظين توا حاليا هم اللي عايشين في البلاد، الالاف مؤلفه معناتها عايشين في وضع معناتها متردي، والناس الكل تعرف هذا، معناتها الناس الكل حتى السلطه نفسها تعرف هذا، والناس الكل تعرف انه ثم مشكل وازمه بطبيعه، ثم اسباب تاريخيه، معناتها ما نجمش نحمل انا السلطه الحاليه على الوضع الموجود حاليا، فهمت؟ ثم تاريخ، ثم هذه تراكمات معناتها عشرات السنين هي اللي خلت الوضعيه هذه تكون كيما هكا، فهمت كيفاش؟ دونك انت باش تغير الوضع في البلاد، كلمه تغيير كلمه كبيره برشا، كلمه تغيير كلمه كبيره برشا. طبيب باغ اكزومبل باش يغير، شنو معناتها يجي الطبيب يجي معناتها انسان مريض باش يداويه، تغيير، نوع من التغيير. التغيير لازم يكون علمي. مش أي واحد يجي يحك راسه ويغير. فهمت؟ واحد مريض جيب له مختص، جيب له طبيب يغير وضعيته. عندك مشكل ميكانيك في الكهرباء، جيب مختص، مش نامبورت كي يجي يغير. احنا المشكل في تونس ما نراعيوش المشكل معناتها العنصر الاختصاص. اختصاص. أي واحد يحكي في كل شيء. أي واحد يحكي في كل شيء. أي مشكل يجيب نامبورت كي يقول لك أنا نعرف وعندي الحل ليه. الور كو سي با كوم سا. أنا مهدي مهندس. وثم معناتها طب كيف كيف يعرفوا قيمة الاختصاص. أنا في خدمتي نعرف أشياء أخرى خارج اختصاصي، أنا اختصاصي جيولوجيا. لكن ونخدم مع مهندسين في اختصاصات أخرى. وخين تعترضنا مشكل. مع بعضنا نحلوه، كل واحد في جانبه، فهمت كيفاش؟ بالمعرفه نتاعو يعني. واحد في اختصاصه. بالرغم عندي معناتها معلومات في اختصاصات اخرى، ما ندخلش ما نتكلمش. في الطب نفس الشيء. في اي ميدان نفس الشيء، الاختصاص احنا تغيب عنا ثقافه الاختصاص في تونس. اي واحد تحطه في المنصب الفلاني نقول لك انا نعم. الور كو سي با سي با تون بولو، اسكت. انت اسكت، جيب مستشار، مش مشكل. انت مش مختص في دومين، جيب مختص يعاونك كمستشار، لكن ما تكلمش انت. انت جاستيونير، انت انسان اداري، تدير، جيب تحط الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا دورك، لكن مش انت تجيب الحل، الحل يجيبوه المختصين، وهذا اللي ناقصنا في تونس للاسف. للاسف. يعني انه فما بلايص ماهمش، سامحني، فما عبيد ماهمش في بلايصهم. أكيد أكيد، هذا اللي نلاحظ فيه. أنا في تونس هو حاليا ما همش المختصين اللي يحكيوا، فهمت؟ ما همش المختصين اللي يحكيوا في ميدانهم. تلقاه واحد في ميدان آخر عنده فكرة، يمكن 20% من الميدان يحكي، وهو ياخذ معناته على عاتقه مهمة حل المشكلة إكس، فهمت كيفاش؟ ألوغ كو سي با سون بولو. أنت كون جيستيونير، انسان اداري، وحط وجيب للمختصين المناسبين، ولازم يكون عندهم خبره بطبيعه، تنجم تكون انت مختص لكن ما عندكش خبره، هذا مشكل اخر. فهمت؟ لازم تجيب انسان فريمون عنده ان بون سي في، انسان عنده 20 سنه 30 سنه خبره، يعرف وعنده تجربه وخدم وشوفوا اسكو حل المشاكل كيفها بالضبط ولا، فهمني؟ هكا بالطريقه هذه. احنا لازم نعالجوا المشاكل نتاعنا بشكل علمي. علمي علمي علمي. احنا توا المشكلة متاعنا انه علماء الاجتماع اللي من دورهم هما اللي يحلوا مشاكل الاجتماعية سكتي. وانا نلوم بشكل اساسي معناتها علماء الاجتماع في تونس دورهم، احنا محتاجين ليهم. انا مش محتاج المهندس ولا الطبيب باش يحل لي مشاكل الاجتماعية، عندي فكرة عن المشاكل الاجتماعية، نجم نتكلم، انا نجم نعطي افكار، لكن ماهوش دومين، ما نحبش نحكي في حاجه مش في اختصاصي، نحب عالم اجتماعي يحكي في مشاكل اجتماعيه. فهمت كيفاش؟ احنا مالوريزمون في الاعلام، في وين تحب انت، نسمعوا الناس الكل غير مختصين. واحد اعلامي يحكي لك، فهمت، ويبدا يتفلسف ويجيب لك معناتها حلول مشاكل اجتماعيه معناتها عويصه وكذا، فهمتني؟ نامبورت كي يجي يحكي، انا ما نحبش نحكي في المشاكل الاجتماعيه ماهوش اختصاصي. نعطي افكار، اوكي، مين نقول لك اخويا افكاري تنجم تكون غالطه. خاطر مانيش مختص، انا نحكي كان في جيولوجيا بس، واللي هو اي واحد يجي يحكي معايا في جيولوجيا ماهو جيولوجيا نسكته من حقي. كيف زاد في الاعلام ولا واحد ماهوش مختص في علم الاجتماع، نجم تقول تبدا بالجمله نتاعك انا من رايي هكا، نجم يكون خطا، اوكي وتكلم، اما مش تحكي على اساس انه هذيك هي الحقيقه.
علم خط تغيير يزمو مش نابورت كي يعمل كيما نعاود كيما بديت الكلامي مش نابورت كي يحكي في التغيير كل واحد يغير في دومينه في اختصاصه. خليك الكلمة الأخيرة مسيو. والله الكلمة الأخيرة أنا بالنسبة لي أنا مش نقول لك متفائل صعيب ياسر صعيب ياسر مش يكون متفائل أنا فرحت التغيير 25 جويلية فيه نقاط مضيئة الشركات الأهلية وغيره فيه نقاط مضيئة وأنا مشجعها ديجا أنا مزيان في الشركة الأهلية منوبة البيئة أول شركة أهلية في منوبة وأنا ندفع باش تنجح التجربة هذه خاطر تشوف فيها حاجة إيجابية فما إيجابيات لكن كما قلت لك معناتها التغيير مش هكا التغيير لازم يكون بشكل مدروس بشكل علمي وهذا مش موجود مالوريزمون معناتها نوجه نداء لسيادة الرئيس أنه يجي معناتها يشوف العلماء يختار علماء الاجتماع خاطر هما مختصين في التغيير الاجتماعي انت عندك الاراده وعندك معناتها عندك الاراده السياسيه للتغيير لكن هذا ما يكفيش لازم يكون عنده اراده ويحب انه يغير اوكي انا نحب نغير لكن ما نعرفش كيفاش نغير ما عنديش شكون ريالمون معناتها قادر يغير وعنده الخبره في التغيير مش تصير حتى شيء فهم كيفاش هذا التوجه لان نحب التوجه العام يتصلح نحب الشكل التسيير العام للدولة يتصلح في الاتجاه الصحيح كما عملت سنغافور كما عملت دول أخرى شوف كيفاش عملت دول أخرى سنغافور كيفاش تغيرت كان دولة معناتها مهمشة فهمني وقت جاء رئيس جاب الإنسان معناتها ناس مختصة تو سامبلومون وتغيرت سنغافور وقت جاء والناس مختصين هما شدوا الإدارة مختصين وعندهم خبرة في التغيير